أمل بن محمد على راديو ميد. موجة سيف. في موجة سيف صباح النور صباح الفل الناس الكل اللي خلطت علينا تواش لنهاركم مبروك سعيد وما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا ولا على الغاديو مي تونيزي بوان كوم. بعد شوية استنوني باش نعطيكم فكرة على حالة الطقس لليوم الأربعاء 24 أوت 2022. سينو توا باش نمشيو للزهر نمشيو للابراج في برجك ايش يقول لك برجك ايش يقول لك صباح النور ومرحبا بكم في برجك ايش يقولك. نبداو بالحمل ونقولو نهار مميز باش تعيشو اليوم، فما برشا طاقه ايجابيه وتخلي الناس الكل تنبهر بيك. الثور، فما قرارات مهنيه قديمه خديتها ممكن انك تتراجع فيها والا تعيد النظر. الجوزاء، نهار رومانسي يستنى فيك، ممكن يفاجئك الحبيب بدعوه العشاء يخليك فرحان برشا. السرطان، عندك العديد من المشاريع المستقبليه تخمم فيها، حاول انك ما تاخوش القرارات بسرعه وخذ وقتك في التفكير. الأسد، حاول أنك تهتم بصحتك أكثر، ابعد على الأكلات الدسمة واتبع نظام غذائي صحي. العذراء، ابعد على القرارات العشوائية والغير مبررة وفكر مليح قبل ما تاخو أي خطوة في المستقبل. الميزان، الأمور قاعدة تمشي كما أنت تحب، فما تطورات في علاقتك مع الحبيب اللي باش يكون معاك ودعمك في كل خطوة. العقرب، تلتقي بأشخاص ناجحة في مجال خدمتك وممكن أنك تخطط معهم لتحسين بعض القطاعات. القوس، برشا بيبان باش تتحل قدامك في عديد المجالات ترجع بالفايدة عليك، حاول أنك تستغل الفترة هذه لصالحك. الجدي، تقابل ناس جديدة تابع الخدمة متاعك باش يعجبوا بيك وبأفكارك وهذا باش يزيد يقوي ثقتك في روحك. الدلو، أنت إنسان كريم وقلبك طيب وتسامح برشا الناس اللي غلطوا في حقك، لكن ما تخليش طيبة قلبك تأثر عليك. ونختموا بالحوت ونقولوا فما تحسن في مدخولك المالي، حاول انك تستثمر فلوسك في مشاريع ترجع ليك بالفايده. كانت هذه ابرج اليوم، ان شاء الله نهاركم مبروك. برجك ايش يقول؟